معنا عبر الهاتف مراسل قناة الفلوجة عمر الجمال من أربيل. أهلا بك يا عمر. عمر، ما الجديد لديك بآخر أهلا. التطورات في أربيل؟ تفضل. نعم، يعني تتحشد القوات الكردية الآن في منطقة بردي التي جرت فيها الاشتباكات منذ الصباح، وحتى الآن تدور هذه الاشتباكات في ظل توتر يعني شديد في هذه المدن بعد ان اجتاحت القوات العراقيه قريه التون كوبري، ناحيه التون كوبري. نوزاد هادي محافظ اربيل عقد مؤتمر صحفي قبل قليل، وضح فيه جمله الملابسات، ويعني فصل للساكنين في اربيل طبيعه الاوضاع، وطمأن الكرد وطمأن العرب، ويعني بعد القلق الذي يعني انتشر بين السكان جراء هذه التطورات السريعه في هذه المنطقه، القياده العامه للقوات قوات البيشمركه ذكرت في بيان لها انها دمرت 10 ممرات ودبابه برامج للقوات العراقيه، ولم تذكر القوات العراقيه الى حد هذه اللحظه اي ارقام عن خسائر القوات البيشمركه جراء الاشتباكات التي نشبت. والان في كركوك وفي الان في هذه الاثناء التي يتحدث فيها اليكم يتجمع عدد كبير من النازحين امام القنصليه الامريكيه في اربيل احتجاجا على يعني احداث كركوك، ويقولون بان الدور الامريكي كان مخيب للامال باعتبار ان اربيل بان امريكا هي من سمحت بتقدم هذه القوات ولم تتدخل باي شكل من الاشكال لمنع تقدم هذه القوات، وباعتبار ولم تمنع حدوث الانتهاكات التي جرت والتي سجلت من قبل المنظمات الحقوقيه، وجرى بعض الممارسات التي قامت بها قوات الحشد الشعبي، رغم ويعني يقال بان الحشد الشعبي يتقدم مع هذه القوات باتجاه السيطره. يعني القوات الان قوات عراقيه قوات الحكومه المركزيه تتقدم باتجاه السيطره القديمه، وتريد ان تدفع تدفع قوات البيشمركه باتجاه السيطرات الجديده، تدفعهم باتجاه ابعد. ويقال بان الحشد الشعبي يتقدم مع هذه القوات رغم نفي ويعني قوات المتحدثين باسم الحشد، رغم نفيهم لنيتهم الخروج من كركوك او الابتعاد الابتعاد عن كركوك. اذا مراسل قناه الفلوجه عمر الجمال كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك عمر.